قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من العلماء من قال معنى قولي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي فتسقط الحد، فتسقط الحد. ومن العلماء قال من قال اشتدوا في ضربهما ولا تأخذكم بهما رأفة أثناء الضرب، إلا أن جمهور العلماء على التفسير الأول ولا تأخذكم بهما رأفة أي فتسقط الحد من أجل الرأفة بهما. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قيل في حكم الله، والله أعلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فمعناه أن الذي لا يقيم حد الزنا في تخلف عن الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الله جعل علامة الإيمان بالله واليوم الآخر من علامات ذلك إقامة الحدود على الزنات. فمعنى ذلك أن الذين تركوا حكم الله في الزانية والزاني ابتعدوا عن الإيمان بالله واليوم الآخر قدر إسقاطهم لحدود الله، قدر إسقاطهم لحدود الله. قال تعالى في كتابه الكريم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما، ليحضر عذابهما وليرى عذابهما طائفة من المؤمنين، ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قيل ليكون هذا أنكى في إنزال العقوبة بهما. وهذه تختلف عن غيرها، ففي بعض المسائل يستر على من يفعل ذنبا، وهنا في إقامة الحد يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كم الطائفة؟ أقلها اثنان وقيل أقلها ثلاثة فصاعدا، هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعيد نظرة